القاهرة والناس محييكم ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. بعد اتفاق السراج مسؤول أوروبي يهدد بعقوبات على تركيا. البنك الدولي ارتفاع تحويلات المصريين ل 26.4 مليار دولار. موسكو فصلنا عن النظام الدولي للتعاملات المالية إعلان للحرب. ترامب يدعو النواب للإسراع بإجراءات مساءلته. وإليكم تفاصيل النشرة. رفض مصري فرنسي وقلق أوروبي. فقد أعرب مسؤولون أوروبيون بحسب وكالة أنباء آكي الإيطالية عن قلقهم من الاتفاقين اللذين وقعهما رئيس الحكومة الوفاق الليبية مع الحكومة التركية. ونقلت الوكالة عن مصدر أوروبي قوله إن دوائر صنع القرار الأوروبية بصدد تحليل مضمون الاتفاقين اللذين سيكون لهما نتائج على العلاقات الأوروبية التركية الليبية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق تركيا، خاصة بعد أن تبنى رؤساء دبلوماسيته الشهر الماضي إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على أشخاص وهيئات تركية متورطة بعمليات حفر وتنقيب غير قانونية في شرق المتوسط. وكان سامح شكري وزير الخارجية ونظيره الفرنسي جان أف لادريان قد أكد في اتصال هاتفي عدم مشروعية مذكرتي تفاهم حول التعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية. دفعة لتحفيز التنافسية، هكذا وصفت وكالة بلومبرج الأمريكية إطلاق مصر مبادرة لدعم الصناعة المحلية ب 100 مليار جنيه لتدعيم نمو القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنه بموجب الخطة الجديدة فإن المصانع التي لديها مبيعات أقل من مليار جنيه ستكون قادرة على تأمين قروض بفائدة منخفضة 10% بحسب ما أعلنه طارق عامر محافظ البنك المركزي. وكان طارق عامر قد كشف أيضا عن إصدار توجيه للبنوك لإزالة الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة وإزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا أمام المحاكم، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا. مع استقرار الأوضاع الاقتصادية، توقع البنك الدولي أن تصل تدفقات تحويلات أموال المصريين بالخارج إلى 26 مليار و400 مليون دولار بنهاية العام، لتحتل بذلك مصر المرتبة الخامسة كأعلى المستفيدين من التحويلات على مستوى العالم، مشيرا في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني أن البلدان الخمسة الأولى المستفيدة من التحويلات لعام 2019 هي الهند والصين والمكسيك والفلبين ومصر، موضحا أن العوامل الدورية التي تؤثر على نمو تدفقات التحويلات هي النمو الاقتصادي في بلدان المصدر وتغير أسعار النفط وتغيرات في معدل التحويل. كل عام ونحن أكثر وعياً بحقوق ذوي الإعاقة، فقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة توعوية احتفالاً باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق 3 ديسمبر، وذلك في إطار تعزيز مشاركتين في خطة التنمية 2030، حيث كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اختارت ذلك اليوم عام 1992 بهدف عدم ترك أي شخص خلف الركب في إطار جهود تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفعهم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية ولإذكاء الوعي بحالهم في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. روسيا تهدد. فقد اعتبر رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف أن قطع نظام سويفت الدولي للتعاملات المالية عن روسيا تعتبره موسكو إعلانا للحرب، قائلا تعليقا على قانون الانترنت السيادي الذي تبنته روسيا مؤخرا إن تهديد حجب روسيا عن الانترنت العالمي احتمال وارد، مشيرا إلى أن التشريع المذكور يهدف إلى حماية روسيا من التداعيات المحتملة لإجراء كهذا، وأن الدول الغربية قد تتخذ قرارا لقطع روسيا عن أي شيء. بعد إعلان نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أنها أمرت اللجنة القضائية بالمجلس بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس، حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على التحرك سريعا لو كانوا يعتزمون مساءلته حتى يتسنى لمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون التعامل مع القضية. وكتب ترامب على تويتر: إذا كنتم ستقررون مساءلتي فلتفعلوا الآن حتى يكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ وليتسنى لبلدنا العودة للعمل. نشرتنا انتهت، حتى نلتقيكم من جديد نترككم في أمان الله.